إذن مشاهدينا الكرام، انتهى الربع الأول والربع الثاني. الربع الأول انتهى لمصلحة منتخب الأردن بفارق 3 نقاط، والآن ينتهي أيضا الربع الثاني بتفوق المنتخب الجزائري على المنتخب الأردني بفارق 3 نقاط، 38 للجزائر 35 للمنتخب الأردني. بهذا الخصوص يعني المنتخب النشامة في حالة التبديلات بعض الشيء، هناك في بعض الأخطاء في التبديلات. الآن يعني الجماهير الأردنية بدأت بالازدياد بالحضور وأيضا الحديث أكثر عن مستوى المنتخب الأردني. سيكون معنا الآن مدرب في النادي الأرثوذكسي ومدرب منتخب الأردني الناشئين لكرة السلة الكابتن فادي صابات. كابتن فادي مساء الخير ويعطيك العافية. مساء الورد، الله يعافيك ويقويك. كابتن فادي، يعني النظرة إلى مستوى المنتخب الأردني، المنتخب الأردني في حالة صعود وتنازل في الأداء، ما الذي يحصل في المنتخب الأردني في هذه الفترة؟ زي ما حكيت أخ يوسف، التبديلات سريعة، اللاعب مش عم بياخذ وقت كثير بالملعب، عم بيغير الأسلوب، ترانزيشن أوفنس سريع عم بيكون عندنا، عم بيحاول يتأقلم على أسلوب لعب متغير عشان يخربط الفريق المنافس. هذا السيستم تبع الكوتش توماس. ان شاء الله نشوف الكورتر الثالث الامور احسن. المنتخب الجزائري توف فيزيكال، عم بيلعب بقوه، عم بيثبت على تشكيله معينه وشبابه متفاهمين مع بعض. تمام. بالنسبه للمنتخب الجزائري، الند في هذه المباراه للمنتخب الاردني، المنتخب الاردني يعني المنتخب الجزائري عفوا، هناك البنيه الجسمانيه وهناك بعض اللعب الفيزيكال شوي، يعني كيف ممكن نعالج هذه الامور؟ المفروض يكون في ديناي اكثر على اللاعب وضغط على اللاعب المستحوذ للكره اكثر، بريشر شوي، مش لازم نعطيهم مجال، لازم نعطيهم مجال ياخذوا الطابه او يلعبوا زي ما بدهم او ياخذوا حيز تحت السله. كابتن فادي، يعني بعض التبديلات اللي بنشوفها لما في منتخبنا من قبل توماس المدرب الوطني المدرب الاردني، يعني هناك بعض الاخطاء اتوقع في التبديلات، يعني تابعت، انت كنت موجود على المدرجات وتابعت، يعني ماذا تفسر هذه الاخطاء؟ شوف كزميل، نحن المدربين الاحتراف بيسمح لناش انه نحكي على بعض مدربين بالنسبه للتبديلات، بس هو عم بجرب بده يتاقلم على تشكيله معينه او عم بشوف شيء معين عشان يخربط الفريق اللي قدامه، بس انه يعني كل ما يعني بدل اكثر، كل ما صار عنده صوره اكثر للمباريات الاهم اللي قدام، لانه اذا تاهل لنصف النهائي هي الاهم. تمام، شكرا كابتن فادي. شكرا لك، يعطيكم الف عافيه. اذا مشاهدينا الكرام، ايضا سوف يكون معنا ايضا مقابله مع الكابتن محمود عبدين. الكابتن محمود عبدين يعني احد نجوم المنتخب الوطني الاردني لكره السله ويقوم بعمل رائع جدا هنا. ماذا تحدثنا عن لقاء الجزائر وكيف يعني ممكن نغطي هذا الخلل اللي حصل في الربع الاول والثاني 38-35 لمصلحه الجزائر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء بتعرف الجزائر مش فريق سهل، يعني الجزائر فريق قوي. احنا اول مباراه دخلنا يعني متحمسين زياده، ما بعرف ايش صار خلل في الربع الثاني. ابصر يعني احنا كنا متوفقين اول مباراه، بالكوارتر الثاني بطلنا متوفقين والجزائر توفقوا، يعني بالربع الثاني هم ما ضيعوا. يعني اللي فهمته منك انا انه المنتخب الاردني يعني داخل بباور عالي، داخل في عزيمه عاليه كثير، ممكن هذا الشيء يضر فينا، ما ينفعنا، ممكن انه الشباب ياخذوا موقع صحيح، ناخذ مواقع صح. هلا الحماس احنا طبعا متحمسين لانه ببلدنا وبجمهورنا، يعني لازم نرفع راس البلد، خصوصا يعني الجمهور لازم يجي يشوف فريق بيفوز، خصوصا انه فريق منتخبه، بس دائما الحماس الزياده عن اللزوم مرات بضر، مش دائما بفيد. تمام، شكرا كابتن. عفوا. اذا منتخبنا الوطني الذي حقق انتصار اول على المنتخب اللبناني الان في الربع الاول والثاني يتعرض لخساره في امام المنتخب الجزائري بفارق قليل جدا وهو 3 نقاط، ليس بالكثير، ولكن يجب على الشباب ايضا يكونوا واقعيين اكثر. نعم الارض والجمهور عاملان قويان جدا لتحقيق النتائج الافضل، ولكن يجب علينا ادراك النتيجه في الربع الثالث والربع الرابع. ايضا سوف يكون معنا الان ايضا الكابتن مراد بركات للحديث اكثر عن المنتخب الاردني لكره السله. كابتن مراد مساء الخير. كابتن، الربع الاول ينتهي لمصلحه المنتخب الاردني والربع الثاني ينتهي لمصلحه المنتخب الجزائري، هناك بعض التبديلات، هل لك ان تحدثنا عن هذا الموضوع؟ يعني لنضع المشاهد على قناه رؤيا، المشاهد الاردني والمحب لمنتخب النشامه كره السله، بالصوره اكثر. يعني
بدي احكي انه لسه بالمباراه بدايتها وما في شيء انتهى. احنا عملنا ببدايه اول 20 دقيقه بصير عندنا مجال للتبديل اكثر، نعطي لاعبين فرص، نعمل تشكيلات مختلفه، وهي التشكيلات اما تنجح اما تفشل. والان في مرحله نهايه المباراه راح يكون عندنا وضع مختلف، راح يصير في تركيز اكثر. هل المنتخب الاردني سوف يصنع حدث ويكون حامل لقب النسخة الثامنة لثلاث مرات هيك يصبح؟ يعني هذا طموحنا وان شاء الله راح نحققه. شكرا كابتن. اذا مشاهدينا الكرام نترككم الان مع بعض الصور الحية والمباشرة من ارضية الملعب لعودة نشامة منتخب كرة السلة الاردني والمنتخب الجزائري في هذه المباراة. اترككم الان في صور حية مباشرة ونعود ايضا بعد هذه الصور الى التعليق مباشرة مع الزميل هيثم البارودي. 1443 عزيزي المشاهد، بعد قليل ننتقل في البث الحي والمباشر لمباراة التي تجمع المنتخب الأردني مع المنتخب الجزائري. النتيجة نشاهدها على الشاشة، تقدم المنتخب الجزائري بفارق 3 نقاط عن المنتخب الأردني 38-35. هذا هو المدرب الأردني توماس يوجه اللاعبين قبل دخولهم أرضية الملعب مع بداية الربع الثالث. كابتن معتصم، ما هو مطلوب من لاعبي المنتخب الأردني في بداية الربع الثالث؟ عم نشوف تشكيلة رجعت من أول وجديد زي ما بدأ المدرب بالمباراة. يعني بلش بسام دوغلاس، بس التغيير الوحيد إنه وسام عم بيكون بدل من أنفر. ضروري جدا إنه يكون في تركيز واضح من منتخبنا الوطني بالهجوم، لازم يصير في تركيز على الدفاع أكثر. عم نشوف محمد إحراث عم بيكون كثير فعال بالمنتخب الجزائري، فلازم يكون في شوية تركيز عليه وهلب أكثر بالدفاع. لازم يكون في انسايد جيم عندنا، احنا ما عندنا ولا أي نوع من الانسايد جيم، لازم الطابة توصل للاعب الطويل جوا ويلعب داخل العمق، وإذا ما قدر بيقدر يسحب الكرة إلى الخارج يعني. الكرة مع المنتخب الجزائري مع بداية الربع الثالث، ونشاهد الحكم الدولي السوري جمال الترك الذي يقود هذا اللقاء.